هلا اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بفيديو اليوم راح اغير شكلي، راح اغير شعري، راح اغير شفايفي، كل شيء. حتى اغير بالكونتور، راح اغير اشياء بوجهي، يعني غير عن الملامح اللي تشوفوها هسه متعودين عليها. راح احاول اغير تمامته بالميك اب وبالباروك، وحاستخدم باروك هم الشعر همينه فوق شعري، بس شعري هم حغيره، بس راح يكون الباروكه هم راح يكون لها تاثير، فهمتوا؟ فاول شيء راح اسوي شعري لامته، وبسبب طلب المتابعين انه دائما يقولوا لي شعرك مكفش، شعرك مكفش، راح اسرح شعري. صار لي مده طويله كلش ما مسرح شعري، فراح اسوي. اوكي نبدي. راح احط فونديشن مالتي من ميبلين. دقيقه أسدو أقرب أحسن. فونديشن مالتي من ميبلين راح أستخدمه. نسيت شغلة مهمة. أوكي ما أدري إيش راح أسوي بالضبط، بس راح أحاول أغير قدر الإمكان كل شيء. صدق اريدكم تقترحوا لي جواب التعليقات اسماء الانمي. اردبا انمي هالفتره قبل لا تبدي الامتحانات، فاقترحوا لي انميات حلوه انتم تعرفوها جواب التعليقات. اوكي ومن احط نقاط بوجهي يبين افتح مني، من اوزعه يبين اطوخ من رقبتي. شلون ما دافتهم؟ صدق سألتكم قبل كم يوم ببوست نشرته على اليوتيوب، قلت لكم اسألوني أسئلة عن قسم الأزياء، فأكون هناك ناس كتبوا أسئلة. إذا تردون بعد ما يوصل الفيديو تقدرون تقدرون هناك تروحون وتكتبون أسئلتكم إذا بعدكم مكاتبيها حتى أجاوب عليها بفيديو. أوكي خلصت شغل الفونديشن. راح استخدم كونسيلر ماتي همينه من ميبلين هذا، راح احطه فوق جفوني وهنا يم خشمي. اوكي راح احطه هنا شويه يم شفتي، ولو هي من بين الداكنه، بس راح احط جوا عيني، احطه هنا شويه. راح استخدم كونتور ماتي من NYX هذا، راح احط جيت احط بس مو كميه كلش كبيره، فهالمره راح شوي اكثر. ارفع خدي، راح احط خشمي، اوكي راح احط جوا خشمي، احطه هنا اعمل اصغر من وجهي، بس شويه قربت وجهي على مود يصغر اكثر. راح اكمل على حنشين من عمود يصغر بعد وجهي. اوكي هسه راح اسوي بلندنج. وين موتيها؟ يلا تشوفونكم حطيت، اعتقد اكو ناس تحط هاي الكمية بالميك اب العادي مالتها، بس انا ما احط هاي بقد هواي كونتور، بس اكو ناس تحطها يعني عادي هاي الكمية، تحسها كلش اعتيادية. انا مسوية فيديوهات قبل انه مقلدة ميرات ديزني، اذا ما شايفيها روحوا شوفوها وقلولي اذا عجبتكم الفيديوهات اللي سويتها مع الاميرات. اذا رحتوا شفتوها وعجبتكم قولوا لي بعد يا أميرة تردوني أقلد. هذا راح أسوي له بلندنج بيدي، ما يحتاج ال شو اسمه البيوتي بلندر. هسه راح أسوي مكياج عيني، ما أدري شو أسوي، بس لازم أسوي شيء أنا ما بسويته قبل. راح أستخدم درجات برتقالي هذه وهذه وهذا الجوزي.
استخدم ماي برتقالي دائما، بس جوزي ما مجربته صراحة، فراح اسوي هيجي. راح احط جوا عيني همينة من نفس اللون البرتقالي، افتح واحد. راح استخدم برتقالي اطبخ واستخدمه هنا، بعدين احط على الطرف جوزي. تشوفون شنو قصدي. انا مو كلش بروفيشنال بالبلندينج مال الاي شادو، بس نجرب. هسه راح اخذ الجوزي الطوخ، غريب صار شوي. راح احط شيء اخير، راح احط احمر هنا، شوف شي يصير. اوكي، هسه اجى وقت الايلاينر. ايلاينر المره راح اسوي شويه غريب، مختلف عن قبل، اسوي اثخن. عادة اسوي كلش خفيف، راح اسوي المره اثخن، بس راح اقرر بالمراية على مود شويه اصير احسن. حاولت اسوي اثخن بس هم صار خفيف. راح اثخن، يا رب ما نجيب العيد. يعني الايلاينر دائما يخرب الشغلات، دائما دائما. يا رب اقدر اسوي العين الاخ مثل ما سويت هاي. واو، شكله غريب صح؟ يمكن انا بس احس هيك، يمكن الناس تسوي هيك، بس الاشياء ما متعودة عليها انا راح اقول عليها غريبة. هالقد محطة اي شادو لهذا الايلاينر ينشف بسرعة. هذا صار ارفع من هذا. It's okay. It's okay نصلحه. It's okay. It's okay يا جماعة، ما راح اخربه. اوكي صاروا مشابهين. احس عيني غوشت. طب بعيني هواي اشياء. ادري الايلاينر جابه على جابه حواجبي، يا حواجبي نسيت اسويها. اقول لكم شيء حلو، كسرت البرا ماسكارا مالتي. راح احط لون بس بالذيل، نجرب. راح احط لون يشبه لون الباروكه اللي احطها، يعني لون فاتح اكثر. لو احط نفس اللون من حواجبي شو اسوي؟ نجرب نحط لون فاتح. حطيت له نفتح، صار شي؟ والله طلع احلى من اللون العادي اللي حطاني. بعد دائما احط منه. اوكي، بما اننا ما عندنا برا ماسكارا، راح احط ماسكارا موتي من إيفروشا هذي. بس هي هاي شوية هاي بس نشفت، كنت كلش حبة بس نشفت فما استخدمها. يما فراح احطها لحواجبي. شبيه انا ويا جفن. بس راح احط راح احط لمعة هنا. قلم هذا خلصان. مو قطاطة. There is no مقطاطة. What should I do? مقطاطة. عبالك دا صحة يعني حتجيني عبالك. بس راح احط شيء اني دائما احطه، اللي هو الكحلة جوا البيضة جوا العين. تعرفون يعني منو ما
يريد يكبر عينه، فراح احط هاي الكحلة. اوكي هسه راح احط ماسكارا من جولدن روز، هاي لونها اصفر، تسوي فوليوم وليفت اب. اوكي عجبني مكياج عيوني. هسه شي راح اسوي، اجيب هذا مال خدود، شو يسموه، بلاشر، استخدمه. بس راح اكثر منه شوي. اوكي حطيت بخشميها. ليش حسني طلعت غريبة؟ بالمراية دا بين عادية، بس بالكاميرا دا بين غريبة. المهم عندنا هايلايت، راح نحط هايلايت، بس هالمرة راح نكثر. هنا وهنا. احط على خشمي، احط هنا وهنا، احط مرطب من الشفايف. الحيرة شنو نستخدم حمرة؟ اوكي نستخدم هذه شوية ماروني على جوزي. نستخدم تحديد اول، عندي جوزي بس مو كلش غامق، نحدد بهذا الجوزي. الاحمر راح هسه يصير لونه يختلف. اوكي شنو اللون الغريب هذا؟ بس نايس. اوكي اذا ما تعرفون، انا دائما كنت لما احط الحمره احطها عدلة، ما احطها هيك مرتفعة رفعتين. شوفون شلون حطيتها المرة. اوكي ثاني شي اسوي، راح اسوي شعري، بس راح اغسل ايدي اول. اوكي افتح. يلا متى كنت فوق شوي نكوفش، بس هو بالعادة هيك شكله. اوكي انا احب طبيعة الشعر، احبها يعني، مو مزعوجة منها ولا شي، بس ارد اغير شكلي. واحد اثنين ثلاثة. اوكي سويت شعري عدل. ورا ما كملت وسويت شعري عدل استوعبت انه اني مالتي البرشم مو نفس لون شعري، يعني انا ما راح احط باروكة كاملة على شعري، راح احط برشم. نشوف هذا دقيقة. دقيقة. او ماي جاد، بعد ما الاستيعاب انه هذه مو نفس لون شعري، راح اسوي غير شيء. راح اجيب هذه، اجيب هذه الرابطة واحطها هيك شيء. او ماي جاد واو، او ماي جاد. ردت احط شويه شامات بالايلاينر، بس بعدين حسيت انه يصير اوفر. قولوا لي رايكم باللوك شلون صار، شنو رايكم؟ يعني صار ما له فايده انه سرحت شعري وتعبت عليه، بس لين طلعت بس البرشم، بس مو مشكله. مو مشكله. اكتبوا لي افكار يعني للميك اب، انه اتحول الفلانشي او فلانشي، يعني تعرفون هاي المحتويات، تعرفون هاي الافكار مال تغير شكلك بالميك اب، ما اعرف شنو. اكتبوا لي افكاركم جواب التعليقات حتى نسوي لها سلسله كامله على القناه، مثل السلسله اللي سويتها انه ارسم على شغلات من الناس بدون ما يدرون، السلسله الغريبه هذه. اكتبوا لي التعليقات اذا مهتمين نسوي سلسله عن الميك اب واسوي لوكس غريبين ما اعرف شنو، لان تونس يعني الصراحه. اوكي
سواء كانوا أميرات، شخصيات كرتونية، يعني أي شيء، أوكي؟ أي شيء ببالكم اكتبوا بالتعليقات. بس هذا كل شيء كان الفيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم، استمتعتوا تشوفوه. إذا عجبكم لا تنسون تحطون لايك، واللي بعده مو مشترك بالقناة يشترك، فعلوا الجرس من التنبيهات حتى يوصلكم إشعار كل مرة أنزل فيها فيديو جديد على القناة. تابعوا حساباتي على السوشيال ميديا، إنستغرام، تويتر، سناب شات، كل بنفس اسم سترويم هاي، لكن نقدر نسولف. وبس أحبكم كلش 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 هواية. أشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.